وللمزيد معنا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، أرحب بك. والجديد لديك، وهل هناك أي أصداء لقرار مجلس الأمن الجديد فيما يتعلق بإتاحة المزيد من المساعدات إلى أهالينا في غزة؟ نعم يوسف، بعد التحية، يعني لازالت الجهود المصرية متواصلة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. نبدأ من هنا من مدينة العريش. هذه المدينة، مدينة العريش، فقط بها عدد من المطارات والنقاط والخدمات التي تقدم للأشقاء الفلسطينيين، تبدأ من مطار العريش. مطار العريش الذي لا زال يستقبل جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدول المختلفة، حيث أن مطار العريش اليوم استقبل 3 طائرات. الطائرة الأولى هي طائرة من الإمارات على متنها 84 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا المواد الإغاثية، وهذه مقدمة من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى طائرة أخرى قادمة من الإمارات أيضا على متنها 23 طن من معدات محطة تحلية المياه، بالإضافة إلى طائرة روسية على متنها 20 طن من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المختلفة. هذه المساعدات تذهب مباشرة إلى معبر رفح، وهنا يعني نتحدث بالفعل عن يعني الجميع يعلق الآمال على أن تزيد وتيرة المساعدات خلال الفترة القادمة بعد قرار مجلس الأمن بالأمس بقرار أو مشروع قرار تسريع دخول المساعدات. المساعدات تدخل من الجانب المصري بصفة مستمرة، ولكن هو الأمال على الجانب الآخر فيما يتعلق بإجراءات التفتيش وغيرها أن تقل وأن يتم دخول المساعدات بصورة أكبر عن الأيام الماضية. اليوم دخل بالفعل إلى الجانب الفلسطيني 40 شاحنة محملة بعدد من المواد الغذائية والمواد المستلزمات الطبية والأدوية والبطاطين والخيم، بالإضافة أيضا إلى شاحنات الوقود التي لا زالت تدخل يوميا 6 شاحنات وقود، تتحدث عن 4 شاحنات للسولار وشاحنتين للغاز، بالإضافة إلى استقبال 250 من مزدوجي الجنسية الذين يأتون عبر معبر رفح، بالإضافة إلى الخدمة التي تقدمها مصر للمصابين والجرحى الذين يأتون عبر معبر رفح. وهنا عودة إلى مدينة العريش مرة أخرى فيما يتعلق بمستشفى العريش التي تم تجهيزها لاستقبال كل المصابين. نتحدث عن أن مستشفى العريش يعني قدمت أو أجرت أكثر من 160 عملية جراحية للمصابين، أكثر من 50% منهم من الأطفال، بالإضافة إلى المستشفيات الموجودة على مستوى مدن القناة أو القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، نتحدث عن 37 مستشفى تم تجهيزها لاستقبال كل الجرحى والمصابين. ولا زالت بالطبع كل الجهود مستمرة، وكما تحدثت يعني نتمنى خلال الفترة القادمة أن يكون هناك دخول أكبر عدد للمساعدات الإنسانية والشاحنات الموجودة في قطاع غزة لاستقبال أو يعني مدها لأهالي قطاع غزة الذين هم بحاجة إلى هذه المساعدات، خاصة المساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية. أيضا مدينة العريش بها عدد كبير من المخازن، نتحدث عن 7 مخازن التي تستقبل كل هذه الشاحنات وكل هذه المساعدات بالتعاون والتنسيق الذي يتم على مدار الوقت ما بين جمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لدخول هذه المساعدات. ويعني نحن نلاحظ يوميا عدد كبير من الشاحنات المصطفة أمام معبر رفح، وأيضا هنا في مدينة العريش سواء في مطار العريش أو حتى في المخازن التابعة للهلال الأحمر، تمهيدا لدخول أكبر عدد من الشاحنات خلال الفترة المقبلة. وهذه نقطة فاصلة لتأكيدا على الجهود المصرية المبذولة لتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين. نعم، زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك.